القولون العصبي هو اعتلال وظيفي مؤقت للجهاز الهضمي عند حالات معينة. هذا يعني باختصار شديد أن جدران القولون سليمة تماما، ولكنها تعاني من عدم انتظام في عملها ووظيفتها. القولون العصبي مشهور بين العامة اختصارا باسم القولون، يعني يقول لك المريض أنا عندي قولون. وطبعا كل البشر لديهم قولون، أنا أقصد هذا العضو المهم من الجهاز الهضمي والذي تحدثت عليه في فيديو سابق، وعند الأطباء يسمى باسمه العلمي متلازمة القولون العصبي Irritable Bowel Syndrome أو اختصارا IBS. بالنسبة لأعراض القولون بتحدث عليها إن شاء الله في فيديو قادم، لكن كيف تحدث أعراض القولون العصبي؟ ببساطة يحصل اضطراب في الحركة العصبية للقولون، ينتج عنه سرعة أو بطء في حركة وتقلصات جدران القولون. يعني مثلا انه في حالة سرعة حدوث التقلصات، الفضلات تخرج بشكل سائل، وهنا يحصل عند المريض الإسهال. لكن في حالة بطء تقلصات القولون، فإن الماء الموجود في الفضلات يمتص بشكل أكبر وزائد عن المطلوب، فيحصل إمساك. بجانب الإمساك أو الإسهال، هناك أعراض جسدية ونفسية أخرى كثيرة، وهي تختلف طبعا من شخص إلى آخر، وهذا ما سوف أتحدث عنه بالتفصيل في الفيديو القادم بإذن الله. أخيرا يقول ابن المبارك: لا يزال المرء عالما ما طلب العلم، فإن ظن أنه قد علم فقد جهل.